تمام؟ صير تركي المال تركي المال تركي المال بهيجا ومباركا. كان عبارة عن إلقاء بعض المحاضرات وكذلك بعض الصور لمؤسسي الحركة الكشفية الجزائرية ألا وهو الشاهد محمد بوراس. إذن تمر السنوات ولكن تبقى الذكرى، إذن لن ننسى الرجال وكذلك العظام الذين ساهموا في الحركة التحررية. اليوم كانت نظرة عن قرب عن مآثر الرجل وخصاله. الحمد لله الذي حبانا برجال من أمثال هذا العظيم وكذلك أباءنا وشهداء. في إطار أو احتفاء بذكرى 81 لليوم الوطني للكشاف المصادف لذكرى 27 مايو 1941، ذكرى استشهاد رائد الحركة الكشفية الشهيد محمد بوراس، نظمت محافظة قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية بولاية شلب بالشراكة مع جامعة حسيبة بن بوعلي هذا الحفل. الحفل يكمن في أسبوع سميناه أسبوع الكشاف والطفولة، بدأ من تاريخ 26 ماي الماضي إلى اليوم، تخللته عدة نشاطات، منها نشاطات حملات تنظيف الشواطئ مع مديرية السياحة، أيام إعلامية ومحاضرات بمراكز التكوين المهني، نشاطات مختلفة مع مديرية المجاهدين. واليوم اختتم هذا الحفل أو هذا اليوم هذا الأسبوع بحفل بقاعة المؤتمرات بجامعة حسيبة.